أكد مصدر إسرائيلي لموقع واينت استعداد تل أبيب للدخول في مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله، وأشار المصدر إلى أن إسرائيل مستعدة لأي رد وأن كل شيء مطروح على الطاولة للرد بعد اغتيال إبراهيم عقيل قائد قوات نخبة الحزب. من جانب آخر، كشف مصدر دبلوماسي لقناة الحدث أن اغتيال إبراهيم عقيل وراءه رسالة سياسية وعسكرية من إسرائيل بأن تصعيد حزب الله سيقابله تصعيد بالضاحية الجنوبية لبيروت. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن المشاورات الأمنية الجارية تبحث إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في ساحة الشمال. وأضافت الهيئة أن إجراءات واسعة تتعلق بالقطاع الاقتصادي ستقوم بها إسرائيل وستعلنها للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة. نحن ما منخاف، بس نحن بدنا حل. نحن ما فينا نكمل بهيدا البلد هيك. الوضع ما بيطمن، بس نحن مش خايفين غير على المستقبل. خايفين شو بده يصير بالمستقبل. حرب ما بعرف إذا بلشت ولا لا، بس ما في شيء بيطمن. خايف على البلد مثل ما مفروض كل العالم تكون خايفة على البلد. في عالم أكيد خايفة على أولادها وعلى عيالها وكل شيء بالجنوب بالضاحية. ما بعرف وين، وأنا عندي رفقة تحت أكيد، بس إنه أنا صراحة ماني خايف على حالي وبدي بس إنه البلد يصير أحسن. بس إنه مثل ما شايفين إنه ما عم بيصير أحسن، رح يضلون هلا يصير في حرب يفجروا. ما بعرف شو وصلنا. هو هالوضع سيء، يعني عنا هون سيء جدا يعني.